دي بوابات من القاهرة ألا وهي باب الفتوح. يبقى أنا لو مشيت من هنا وفضلت على طول لا يمين ولا شمال وعديت الغورية هصل إلى باب سويلة في الجنوب. يبقى شارع المعز بيمتد من باب الفتوح شمالا إلى باب زويلة جنوبا، وما شاء الله حوالي 33 أثر على اليمين وعلى اليسار. أنتم في غنى عن هذه الثلاث أثار، أنتم يا دوب بتاخدوا اللي بناخده. الجامع ده جامع الحاكم. من هو الخليفة الحاكم؟ الخليفة الحاكم هو خليفة رقم 3 في الحكام الفاطميين في مصر. أول واحد المعز، تاني واحد العزيز، تالت واحد الحاكم. يبقى الحاكم ابن العزيز ابن المعز. الحاكم اتقال فيه كلام كتير وكلكم عارفينه، ويمكن معرفش سمعت كلمة دلوقتي مني كان ارمين قلت اللي حرم اكل الملوخية. ده مش حرم اكل الملوخية بس، ده حرم خروج السيدات من بيوتهن، وادعى الالوهية لدرجة ان في طائفة اسمها طائفة الدروس كانت بتقله وتقول يا حاكم يا الله يا جبار يا قهار. الجامع اللي امام حضراتكم اللي بناه الاول ابو العزيز واتفتح لصلاة الجمعة ايام العزيز، انما لم يكتمل، اكمله الحاكم، فالنسب للخليفة الحاكم وليس للعزيز. ممكن تركزوا معايا لو سمحت. كان الجامع في بداية الامر بره ابواب القاهرة، دلوقتي جوه ابواب القاهرة. جيت ازاي؟ ارجوكم ركزوا معايا في دي. الابواب اللي انتوا شايفينها دلوقتي واللي هنشوفها زي انا لسه ادعي الله يسهل ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. الابواب اللي انتوا شايفينها اللي ستي ناو مش من عمل جوهر الصقلي. جوهر الصقلي سنه 358 اللي عمل القاهره، لا، ده الابواب اللي موجوده دلوقتي من عمل بدر الجمالي ايام الخليفه المستنصر سنه 480. اسالكم ولا بلاش؟ اسالكم ولا بلاش؟ ها؟ ايام الخليفه المستنصر سنه 480. الخليفه المستنصر ده ايه؟ ده خليفه في وسط العصر الفاطمي. معنى كده ايه؟ ان بدر الجمالي وزير الخليفه المستنصر هد الابواب والاسوار القديمه بتاعت جوهر الصقلي اللي هي سنه 358 ووسع القاهره. والله ما معايا. عرفت بقى ليه ان انا ادي اثر واروح؟ وبعدين توسع. اقفلوا هكرروا تاني عشان بس التسجيلات. بص كان جامع بره، جامع الحاكم كان بره هنا اهو. هنا اهو بالظبط. ايه اللي حصل؟ الكلام ده 358، جاء بدر الجمالي سنة 480، شوفوا كام سنة، وراح هدد السور والأبواب اللي مبنية سنة 358 ووسع كده شمالا. بص اهو، وسع شمالا ووسع جنوبا ونقل الباب. يعني هنا راح عامل باب الفتوح، وهنا راح عامل باب النصر، وراح موسع الشارع. أصبح جامع الحاكم ايه؟ جوه القاهرة. مين اللي عمل معلش؟ بدر الجمالي أيام الخليفة المستنصر. أدوار الأبواب دي إيه؟ نعم. دورها إيه الأبواب؟ دورها إيه؟ حماية مدينة القاهرة. سور عظيم. عشان كده سموها الجمالية؟ المدخل. لا 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 مش خلاص؟ اتفهمت يا جماعة؟ اتفهمت؟ قولوا أيوة لا. قولوا أيوة لا. قولوا أيوة لا. طيب نيجي بقى لجامع الحاكم. 380 اكمله الحاكم وافتتح. عليكم السلام. تمام الحمد لله. الله يخليك حبيبي. خلاص يا شباب بنا مين بقى؟ العزيز بالله ثم اكمله الحاكم ابنه الخليفه الحاكم بامر الله سنه 403. الجامع مستطيل الواجهه الرئيسيه اللي امام حضراتكم. الميزه ايه؟ المدخل التذكاري البارز اللي قدامكم. اول مره اشوف مدخل، خلي بالكم الامتحانات، مدخل تذكاري. يعني ايه المدخل التذكاري؟ ادي الحيطه، شايفين احنا برجين اهو، وادي في ممر مقبي، وعلى ايدنا اليمين زي البرجين اهو وحجر. يبقى هنا بنقول ده اسمه مدخل تذكاري. يبقى اول وجود، مع السلامه، اول وجود لظاهره ايه؟ المدخل التذكاري. ركزي معايا. نمرة 2، بص في الركن الشمالي وفي الركن الغربي في قاعدتين هرميتين بيتوج كل واحدة من فوق شكل متمن وبعدين شكل المبخرة.
ايه اللي حصل؟ الميزانتين كانوا اصليين، انما الزلزال اللي انا قلت لكم عليه اللي سنه 702 جاء وقع القمتين، جاء امير من امراء مصر في العصر المملوك البحري اسمه الامير بيبرس الجشنكير، فاكرينه؟ اللي بنى الخنقاء اللي في الجماليه، شوف 703 وراح عامل الجزء اللي انتم شايفينه سواء في الميزانه الشماليه او في الميزانه الغربيه. خلي بالكم، هل الميزانه الشماليه قد الميزانه الغربيه في الارتفاع؟ لا، ده دي 48 متر ودي 41 متر، يعني الفرق 5 متر. عارفين الفرق 5 متر فين يا جميل؟ شايف فين يا جميل؟ بص بص هنا، شايف بص في واحد هنا ثلاثة، شايف ثلاث صفوف، شايف؟ انما هنا في اثنين، جم ولا ما جوش؟ ها؟ بس كل ده من عمل بيبرس الجشنكير. البهرة جددوا الجامع ما عدا القمتين البيزنطيين. ليه؟ عشان من الراجل مش شيعي. معايا يا باشا؟ هتصوريني؟ ربنا يستر، وريني اللقطة دي.